مشاهدينا نتابع مع بعض دلوقتي أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيقف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر ليؤدوا ركن الحج الأعظم، وشددت وزارة الحج والعمرة السعودية على ضرورة الالتزام بجداول التفويق حرصاً على أداء المناسك بسلاسة ويسر. النهاردة هتبدأ أجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بأن تكون الفترة من السبت الموافق 15 يونيو حتى الخميس 20 يونيو أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وده بمناسبة عيد الأضحى المبارك. النهاردة العشاء بطولة يورو 2024 موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات. هيلتقي منتخب المجر مع منتخب سويسرا في تمام الساعة 4 عصراً. في 7 مساءً هيلتقي منتخب كرواتيا مع منتخب أسبانيا. وفي تمام 10 ليلاً هيلتقي منتخب إيطاليا مع منتخب ألبانيا.